سؤال: Is it permissible to invite a comedian to perform comedy and share jokes as Islamic entertainment in Islamic programs؟ هل يمكن أن يجيب واحد كوميدي يضحك الناس في بعض البرامج الإسلامية؟ سؤال جميل، خاصة جاء من يعني من منظمة إسلامية كبيرة هنا. يعني الجواب أن أصل الترويح وإدخال البهجة على النفوس في الأعياد مشروع، ما لم يخرج إلى كذب صريح أو يتضمن فحشا في القول أو طعنا في عرض أو لمزا في معين. حافظ ابن حجر لما ساق قضية الأحباش الذين كانوا يلعبون بالحراب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، وذكر إذنه الأم عائشة في النظر إليهم، ثم قال: في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم به بسط النفس وترويح البدن، وأن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين. واحد صحابي اسمه النعيمان ابن عمرو اشتهر بين الصحابة بالعدالة، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض أفعاله أو مواقفه، وكانت يعني تعجبه العكة من السمن أو العسل، يأتي بها تجار من خارج المدينة يحب النبي يأكل منها فيشتريها للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤديها له، وبعدين يبرأ الباع يقول له ادي له الفلوس. طب ألم تهدها لي؟ قل له هديتها لكن لا أجد الثمن، فيضحك ويدفع الفلوس للبائع. وسبحان الله كان مبتلى بالشرب، كان يسكر، وجلد في الشراب أكثر من مرة، فأتي به يوما فأمر به فجلد، قرر من القوم: اللهم العن ما أكثر ما يؤتى به. قال: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. المساحة الإيجابية داخل النفس البشرية حتى في لحظات سقوطها وهي متلوثة بالمنكر الغليظ، الخمر أم الخبائث، مدمن الخم إن ما لقي الله كعابد وثن، ومع هذا وجدت مساحة في الرحمة النبوية أن تزرع له حبه لله ورسوله، وأصل الحب لله ورسوله مشترك بين المسلمين جميعا، لكن ذكر له هذا المعنى في هذا يعني المقام ليفسح له في نفوس الصحابة مجالا لعذره وللدعاء له بدلا من الدعاء عليه. وصدق من سماه بالمؤمنين رؤوف رحيم. في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أمزح ولا أقول إلا حق، إني لا أمزح ولا أقول إلا حق. وورد النهي عن الكذب لأجل إضحاك الناس. حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له. حديث في صحيح أبي داود. وحديث أبي أمامة، يعني أبي أمامة: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. لكن وده استدراك مهم، يتوسع في الطرائف والحكايات الغريبة التي تجرى مجرى ضرب المثل لغرض مشروع، مما يعلم الحضور أنه تخيل وليس بواقع، لكن يمكن أن يقع، وقد يكون سوقه لفائدة إما لتحذير من أمر أو لإدخال بهجة على النفوس، كمقامات الحريري مثلا. مقامات الحريري يعني هي قصص كلها متخيلة يعني. ولم يرد عن أحد من أهل العلم النهي عن قراءتها. وفي إيماء في حديث: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه كانت فيهم عجيب. العجيب هذه يحتمل تكون كذب، يعني وارد الكذب فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم
حتى لا تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق. لكن ورد الرخصة في الرواية أو الحكاية عنهم، وهذا دال على حل سماعها للفرجة لا للحجة، لكي تفرج عن النفس لا لكي تحتج بها، لأنها ليست لم تثبت ثبوتا يبلغ مبلغ الاحتجاج بها. مسألة مهمة، الضحك لا يتعارض مع تقوى الإنسان لربه وخوفه منه جل جلاله. الله جل وعلا أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى سبحانه، خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان. أضحك أهل الجنة في الجنة بدخولهم إياها، وأبكى أهل النار في النار بدخولهم فيها، وأضحك من شاء من أهل الدنيا، وأبكى من أراد أن يبكيه منهم، ولله في ذلك كله الحجة البالغة والحكمة البالغة، ولا تنفك أعماله عن حكمته جل جلاله. كلام جميل ساقه العقاد في كتابه عبقرية محمد، إن استراحة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعابة لهو مقياس الآفاق النفسية الواسعة التي شملت كل ناحية من نواحي العاطفة الإنسانية، وهي المقياس الذي يبدي من العظمة ما يبديه الجد في أعظم الأعمال، ولا ينقص المزاح من حق الصدق والمروءة. وإذا مزح محمد صلى الله عليه وسلم لما يعطي الرضا والبشاشة حقهما، فمزاحه آية من آيات النبوة، لأنه كذلك آية من آيات الإنسانية، ولم يكن ذلك الذي يستغرب من نبي كريم. المزموم الإفراط في المزاح والمداومة عليه، فإن هذا يورث الضحك وقسوة القلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. أما ما سلم من هذه المبالغات والفحش فهو المباح، كأنما صلى الله عليه وسلم يفعله وأذن فيه، ويعني وأقر بعض أصحابه عليه، فهو في جملة يعني المباحات. فالخلاصة أن هذا الذي تذكره إذا خلى من المحاذير الشرعية فهو على أصل الرخصة.